قانون مالية لتسيير الأزمات التي خلفها الوضع الصحي والسياسي في الجزائر، هكذا يصف النواب المصوتون بنعم على موازنة 2021 التي ابتعدت عن إدراج ضرائب جديدة على المواطنين. الحمد لله قانون مالية لسنة 2021 هذه السنة لم يأتي بضرائب كبيرة تضر المواطنين عدا المادة 84 التي كانت ستدق نعش هذا البرلمان ربما، لأنها كانت ربما ستقتل المؤسسات المصغرة. وفي الجهة المقابلة أبدى بعض النواب رفضهم لقانون المالية مستغربين تهميش القطاعات التي ركز عليها مخطط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الذي تقدم به الرئيس عبد المجيد تبون في أغسطس الماضي. لاحظنا بأن الحكومة وضعت هدف نمو يقدر ب 4% وعندنا عجز في الخزينة يقدر ب 20 مليار دولار. قلنا بأن هذه الإجراءات البسيطة لا يمكن في أي حال من الأحوال أننا نسد بها العجز ونجري بها التحولات الاجتماعية ونحقق بها نمو 4%. اللجنة المالية في البرلمان كانت قد أجرت عدة تعديلات على مشروع قانون المالية قبل إيصاله للتصويت، في حين لم تتمكن هذه اللجنة من إسقاط تخفيض قيمة الدينار الجزائرية التي تمس حسب رأيها بالقدرة الشرائية للمواطنين. تخفيض العملة الوطنية من 128 دينار إلى 142 معناتها تقريبا 5%، وهذا التخفيض سوف يمس بالمستوى المعيشي بالنسبة للمواطن، وهذا لا يوجد تعديل موجود في القاعة. والنقطة الثالثة تحكي على خاصة فيما يخص وسيد وزير يحكي على مشكلة التضخم وما يحكيش على مشكلة التشغيل. وزير المالية الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن كان قد أكد من جهته أن الموازنة العامة لسنة 2021 تم إعدادها في سياق اقتصادي ومالي خاص يشهد أزمة صحية عالمية حادة مع عواقب غير مسبوقة على جميع العملاء الاقتصاديين المتمثلين في الدولة والمؤسسات وكذلك الأسر الجزائرية. الظروف السياسية والاقتصادية والصحية التي تعيشها الجزائر منذ أشهر طغت على موازنة البلاد لسنة 2021 التي أجازها المجلس الشعبي الوطني بعد شد وجذب بين النواب، إذ يرى بعضهم أنها لا تخدم مصلحة الاقتصاد، في حين يقول آخرون أنها ستسير شؤون البلاد في ظروف استثنائية. لريما قداشة، الحرة، الجزائر. من الجزائر ينضم إلينا فريد بن يحيى الخبير الاقتصادي. مساء الخير أستاذ، أهلا بك. موازنة توصف بأنها الأكثر تقشفا خلال الأربع سنوات القادمة، زيادة عن هذا الوصف ما الذي يمكن أيضا أن نصف به قانون المالية الجديد في الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع قانون المالية جاء في ظروف صعبة جدا، الظرف الصحي العالمي كوفيد-19 اللي عنده أثار سلبية على العالم ككل ومنها الجزائر، كذلك انخفاض أسعار البترول، والجزائر تعتمد كليا يعني 97% من الصادرات نتاعها البترول والغاز. نقطة أخرى كذلك الموازنة هذه جت في ظروف يعني لبعث عند أهداف. الهدف الأول هو الحفاظ على التكافل الاجتماعي أو مراقبة التهديدات الاجتماعية. النقطة الثانية هي بعث الاقتصاد، تريد الدولة أنها تبعث اقتصاد قوي في المرحلة القادمة. النقطة كذلك الثالثة هي استمرار البرامج المسطرة بالنسبة للتجهيز، لكن يبقى الأمر الموجود هو أنه القانون المالية بالنسبة لميزانية التسيير لم تعتمد على الجباية العادية، إذن فيه جباية عادية وفيه الجباية البترولية، إذن حنا تمنينا لو أن الجباية البترولية نستعملها إلا في الاستثمار، وتكون الجباية العادية نستعملها بالطبع في الاستغلال وغيرها من الأمور هذه. نقطة أخرى كذلك مهمة جدا، لما نعمل القانون المالية لابد يكون فيه أهداف، تخطيط الأهداف، ماذا نريد من قانون هذا القانون المالية 2021؟ إذن فالأهداف غير واضحة جدا، يعني فيه توازنات لكن أستاذ فريد بن يحيى، قياسا ربما بحجم المخصصات المالية في القطاعات، هل يمكن أن نصفها حقا بأنها متوازنة؟
هي بالطبع احنا لما نتكلم على الاستغلال فهي في زيادة حوالي 13.7%، يعني 5000 أكثر من 5000 مليار دينار. بالنسبة للتجهيز، بالنسبة لي لأن الجزائر محتاجة كثير من الاستثمارات خاصة في القطاع الأشغال العمومية والبناء والري وغيرها، فرقم 2700 مليار دينار ربما غير كافي، لأنه علاش 2000 وأكثر من 2000 مليار دينار هذه بالطبع لا تأخذ ربما في سنة 2021 لما نعمل مشروع مثلا بناء مستشفى أو بناء جامعة أو طرقات أو سدود، فبالطبع رح نقلص هذا الرقم كل سنة. إذن فلابد أن نخزن هذه الأموال بروفيجن يعني تكون، وبالطبع في المستقبل نعملها. إذن بالنسبة للتجهيز ربما الرقم هذا جيد لكن غير كافي بالنسبة لما نقارنوه مع السنوات السابقة، إن كانت الدولة عندها ربما بحبوحة مالية جيدة وكانت في استثمارات. البعض يقول أستاذ خالد بن يحيى أنه الحكومة الحالية تلجأ إلى التمويل غير التقليدي، طبعا نقوط بطريقة مختلفة فقط عن الحكومة السابقة التي أطيح بها بعد استقالة الرئيس السابق بوتفليقة. ما دقة هذا الكلام؟ يعني شوف، احنا بالنسبة للتمويل غير التقليدي فهذا يعني غير جيد، لأنه راح يخلق نسبة تضخم كبرى ربما تكون فيه، لأنه التمويل التقليدي نوعين، كان طبعا النقود يعني التمويل التقليدي غير تقليدي يعني بالنقود، وكان بما يسمى بالعمليات البنكية، يعني مثلا إذا كان شركة كبرى تاع الدولة تعمل سكريبتور على نسميوها مع شركة أخرى تخلصها بالشيكات أو بالسندات، إذن فهذه الأمور ربما ممكن أنها تكون يعني، لكن طباعة نقود جديدة فهذا راح يخلق مشكل، وربما العجز متوقع كبير جدا ونسبته يعني قياسية مقارنة بالسنوات الماضية. كيف ستسد الجزائر العجز هذا؟ هي بالطبع العجز هذا بالطبع ربما لابد أن نعطيه العجز هذا إلى البنك المركزي، فالبنك المركزي لابد أن نعطيه كل الصلاحيات وتكون عنده استقلالية تامة، وهو يعاود يهيكل البنوك، يعني إعادة هيكلة البنوك من جديد العمومية. والنقطة الثانية كذلك فيه السوق الموازية. السوق الموازية حسب البنك المركزي توجد حوالي 5992 مليار دينار، ما يقارب 58 إلى 60 مليار دولار. لابد على الدولة أنها تنشأ أسواق مالية، وعلى الأسواق المالية هذه أنها تدخل في الإطار البنكي وغيرها. نقطة ثالثة كذلك بالنسبة للتجهيز، يعني الدولة قائمة إلا بالتجهيز يعني من الأموال الخاصة نتاع البترول وتاع الغاز. الآن العالم تبدل، يعني الآن ممكن أنه فيها أبريسي إيفواليشن بروكيرتمنت كونستريكشن أو بويت أن ترانسفير، يعني فيه أمور تقنية أخرى، ممكن شركات كبرى عالمية أو حتى خواص أنهم يساهموا في بناء مطارات أو موانئ أو ربما طرقات أو بناءات يعني قاعدية وغيرها من الأمور هذه. التجهيز ما يكونش حكر إلا على الدولة، إذن الدولة لابد أنها تفتح الأبواب على استثمارات خارجية سواء وداخلية، سواء كانت من القطاع الخاص الداخلي أو الخارجي، أو كذلك حتى ربما استثمارات دول أخرى اللي تساهم في بناء ربما بعض الهيكل القاعدية ونستغلها الجزائر مع هذه الدولة لمدة معينة. شكرا جزيلا لك أستاذ فريد بن يحيى الخبير الاقتصادي، كنت معنا من الجزائر. شكرا جزيلا.